السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. اليوم بتكلم لكم عن شركة من شركات الثلاجات اللي هي تقريبا من أشهر الثلاجات اللي حول العالم في الاستخدام، وفيها مجال اختبارات كثير تلقونها في المواقع الأجنبية، اللي هي شركة دوماتيك، اللي هي الويكو. طبعا الإصدارات الجديدة من الويكو اسمها دوماتيك، مثل ما تشوفون هذا الإصدار العام الماضي تجي ويكو سي اف اكس مع دوماتيك اللي هي شركة الأم. طبعا الإصدارات الجديدة تجي بس دوماتيك. طبعا الاسم السابق كانت الطمرة واللي هي اسمها ويكو، الآن صارت دوماتيك الإصدارات الجديدة كاملة. طبعا الأشكال هذه اللي سي اف اكس المطورة تجي من مقاس 35 لتر إلى تقريبا 100 لتر، كلها فيها تحكم الواي فاي وفيها شهادة كفاءة الطاقة اللي هي ترمز بايدا بلس بلس، وفي مكتوب على طبعا هذه هي شهادة كفاءة الطاقة الأوروبية. بالنسبة لوكيلها، وكيلها السنيدي، لو ترجعون للموقع الإلكتروني تبون تطلبوا منه، السعر تقريبا نفس السعر الموقع الأجنبي لكن مع فرق قيمة الشحن وأسعار اللي تجي اللي هي سي اف اكس اللي تحكم واي فاي. طبعا تمتاز أغلب الثلاجات الموجودة في السوق، ضمانها سنتين على الكمبرسر وسنة شامل. السنة الشامل هذه تفرق في النوعية، السي اف اكس اللي هي الجديدة 3 سنوات شامل. أغلب الأعطال في الثلاجة تكون عن طريق لوحة التحكم، طبعا تخرب بعد فترة على حسب الاستخدام. قيمة تقريبا 650، والثلاجات العادية تقريبا 550 تقريبا، يعني فرق السعر. يعني تشتري ثلاجة ب 1700، بعد سنة خرب عليك اللوحة أو شيء، تبي تدفع ثلث المبلغ بس قيمة اللوحة. هذا اللي يفرق فيها، فرق الضمان. لذلك تختلف أنواع الثلاجات. طبعا في الثلاجات بشكل عام اللي يفرق فيها العزل ونوعية العزل، تقدرون تلقونها في المواقع تجارب تقريبا الأستراليين وبعض اللي يستخدمون ثلاجات. أكثر الاستخدامات الموجودة فيهم الأنجل والويكو، هي أكثر استخدام وانتشار عندهم، تقدرون تطلعون عليها. طبعا السعر 35 لتر ب 3130 تقريبا، المقاس هذا اللي هو تقريبا ال 40 ب 3445، وفيه المقاس اللي هو 50 ب 3620 تقريبا، وفيه ال 65 ب 3874. وعاد هذه المقاس اللي تجي لها حوضين اللي تقدر تحكم بها تجميد او تبريد. طبعا ميزة الحوضين تجي لها شاشة مزدوجة تقدر تخليها تجميد او تبريد. طبعا تختلف اغلب الثلاجات فيها محاور اللي هي في التصنيع، اللي هي بعد اسئلة كثيرة كذا مختص فيها، فرق في العزل الداخلي وكذلك في المنظومة الكهربائية. طبعا الكمبرسرات الان اللي نزلت جديدة شركة ويكو، وفيه السابق السيكوب ينزل اكثر من اصدار، وأكثر مصنع يصنع نفس الكمبرسر، فرق ستيكر نفس اللي حاصل في بعض المنتجات، يكون بس ستيكر عليه ومصنع ثاني. بالنسبة للأسعار قبل شوي تقريبا جبرت بعض الأرقام كلها مع ضريبة، لذلك تشوفون فيها كسور. 75 لتر المقسومة ب 4084 ريال، وفيه المقاس الكبير هذا تقريبا 95 لتر ب 4390 حوضين، وفيه هذا المقاس 100 لتر ب 4500 تقريبا. طبعا الاصدار الجديد هذا اللي من دوماتيك كمبرسر ويك وليس سيكوب اللي نازل في الاصدار السي اف. طبعا هذا الكمبرسر السيكوب طبعا منتشر في السوق، اغلب الثلاجات مكتوب عليها سيكوب، قد يكون في بعض التصنيع يكون ستيكر وهو من مصنع ثاني، لذلك تفرق الجوده في كذا نوع. وفيه النوع نزل ما بينهن اللي هو الكمبرسر هذا، وكل كمبرسر له مقدار جهد وله لوحة مخصصة له، لذلك كل ثلاجة قد تختلف في اللوحة الداخلية. طبعا النوع الجديد هذا من السي اف اكس ضمان 3 سنوات شامل، يعني اي عطل في اللوحة او الكمبرسر 5 سنوات، اللوحة الداخلية او اللوحة اللي تجي جنب الكمبرسر ضمان 3 سنوات. هذا اللي يفرق عن الثلاجات الموجودة في السوق، وكذلك فرق في اللي هو التحكم بالواي فاي. هذه الاصدار جايين في الاصدار هذا اللي هو السي اف اكس الدوماتيك الجديدة، وهذا اصغر مقاس اللي هو 28 لتر. طبعا هذا بدون واي فاي، سعره ب 2470.
مقاس 28 لتر، 3 سنوات شامل و5 سنوات كمبرسر. طبعا اغلب الثلاجات الجديده الكمبرسر الحمد لله يعني اشوف عليها جوده عاليه، بحيث ان الصيانه تقريبا بس ما فيها تعبئه كمبرسر على حسب افاده مبيعات قسم السنيدي. وهذه الاصدارات السي اف اللي هي ضمانها 2 سنين شامل و5 سنوات كمبرسر، هذه 18 لتر على 12 فولت فقط وليس 220. وهذا النوع القديم اللي هو يركب بين المراتب اللي هو 31 لتر تقريبا تركب الظرف الجموس سابقا، سعره 1737 31 لتر سي اف، طبعا ضمان نفس الضمان السابق اللي هو 2 سنين شامل و5 سنوات كمبرسر. وهذا النوع 39 تقريبا 1660 ريال نفس النظام الكمبرسر. بالنسبة ل 18 لتر حسب إفادة جتني اللي هو أنها استخدامها لسيارات الإسعاف تكون تجميد أو نقل أدوية أو أكياس الدم، تكون بهالشكل هذه كاستخداماتها، وفي شركات معتمدتها لذلك تكون. وهذه الأشكال السابقة من السي اف، طبعا الأسعار 40 لتر ب2756 وال35 سعرها 2614 و26 ب1780 و16764. وفي هذا المقاس المرغوب عند اكثر اللي يثبتون بين المرتبتين اللي هو 10.5، طبعا هو معروفه ب11 سنه ب1512، كلها ضمان 2 سنين و5 سنوات كمبرسر. وفي هذه الموبيكول احد العلامات التجاريه اللي هي تبع الدوماتيك، طبعا مع فرق في الاسم التجاري، يعني لو بغيت تبحث عنها تبي تلقى شبيهة لها من الدوماتيك. الموبيكول اسم تجاري تابع للدوماتيك، سعرها بسعر منافس اللي هو 1460 2 سنين شامل و5 سنوات كمبرسر نفس السي اف. وفي الاصدارات هذه اللي هي تبريد لكن محافظة اعتبرها لدرجة الحرارة، طبعا هذا مقاس 33 لتر سعره 1044، وفي المقاس هذا 21 792، وفي الاصدار السابق اللي هو 21 لتر 638، وفي الاصدار هذا اللي هو 14 لتر 730 ريال، وهذا الاصدار الصغير 7 لتر 600 ريال تقريبا. هذا تقريبا محافظ درجة حرارة، استخدامات الخفيفة ليست للتجميد. الموبيكول هذا اشوف انها اقتصادية اكثر، وبنزل لكم صورة فيها منها دوماتيك مع فرق السعر تقريبا 500 دولار اللي هو دوماتيك، سعرها غير سعر الشحن، الشحن يكلف لك تقريبا ربع قيمة الثلاجة، يمكن 500-600 ويمكن تدخل يمكن لا على حسب الجمرك. الثلاجات هذه تقدرون تقرون عنها المعلومات كاملة والمقارنات كلها موجودة في المواقع الأجنبية، وتقدرون تقارن من أكثر من منطقة بحسب اللي هو جو المناخ اللي تناسب أو قريب لما درجة الحرارة اللي عندنا، بحيث أنهم هم أكثر مصداقية في التجربة لأنهم تقييماتهم تكون عالمية. الويكو تلقون كل تقييماتها في أغلب المواقع حق الرحلات. أنا بالنسبة للفرق ما بين اللي في السوق فرق في الضمان وكذلك خدمات ما بعد البيع اللي هو فرق السنة عن 3 سنوات. قد يكون مثل ما قلت لكم في السابق الكمبرسر أو اللوحة اللي هي حقة التحكم سعره تقريبا في المقاسات الصغيرة هذه ب630، بينما في الثلاجات العادية ب550، يعني الفرق من بعد 3 سنوات بتطلع نفس قيمة إصلاح الثلاجة الصينية العادية.